السياسية، لكن نتابع إفادة الواثق البرير وياسر عمان عن تدشين المرحلة النهائية من العملية السياسية، ثم نعود لمتابعة أجندة الساعة من على قناة الشروق الفضائية. يعني ذلك إكمال مهام ثورة ديسمبر العظيمة، ويعني ذلك إن السودان على أبواب مرحلة جديدة وانطلاقة جديدة، يعني ذلك أن نستعيد الخبز والطعام للفقراء في هذه البلد، وأن تذهب بلادنا إلى اتجاه جديد مختلف عن الاتجاه الحالي. وأيضا الآن سنبدأ بعملية التفكيك، وهذا إشارة إلى أن ثورة ديسمبر لا زالت حية وأن قضاياها لا زالت حية. رسائلي باختصار للثوار، أولا أقول لهم بدونكم لم يكن هذا ممكنا، وبدون تضحياتكم العظيمة لم نكن لنحافظ على ثورة ديسمبر. أنتم جيل جديد، أنتم ستبنون هذه البلاد، وهذه البلاد بلاد عظيمة ومشروع عظيم يجب أن يستمر وأن يبغى وأن يتجدد. وأقول إنه هذه فرصة أيضا لوضع أجندة للمدنيين وللعسكريين نحو مستقبل السودان، السودان الجديد، السودان المواطنة بلا تمييز، والسودان الحريات، والسودان السلام، والسودان الطعام. للممانعين من الذين يجب أن يوقعوا، وليس كلهم، من الذين هم جزء من القوى التي يجب أن توقع، عليهم واجبات تجاه هذا البلد، عليهم واجبات تجاه أنفسهم، عليهم واجبات تجاه الثورة، عليهم واجبات تجاه السودان. علينا أن نبحث عن مستقبل جديد. هذا يوم جيد من أيام السودان، ويجب أن نمضي إلى الأمام. أمامنا مهام كبيرة، وأعتقد أننا في الاتجاه الصحيح.